هذا نهار جديد اليوم عندنا سخانه جبرتيني عيطت لي حوريه قلت لي نمشيو لواحد لاك الواد دابا جبرتيني انا ماشا ايوا صافي نقيلو تما ان شاء الله المهم بعد نوريكم في غنمشيو خليكم معايا بنات صافي حنا سالينا حنا ماشي بحالنا تغدينا عملنا الكوتي دابا ماشي بحالنا راه 9 دابا نمشيو ها حنا ماشيين دابا راه هما الاولاد سبقونا نمشيو على رجلانا باش ماشي بعيد علينا ايوا صافي هادشي اللي كاين جوزنا النهار غزال والله الا جوزنا النهار مخير ايوا بصحتنا والعقبه المره اخرى ان شاء الله يا ربي المهم بعد نكملكم فيديو يلا خليكم معايا هنا رجعت لكم باقي كنخلفوا هالمنظر هنايا حنا بحال في المغرب ها والله الا بحال في المغرب حنا سبحان الله الجهه ديالنا مفهومه هاي دابا بحال جو المغرب عندنا خليكم تشوفوا معايا شويه الطبيعه ايوا ما كاين لا مغرب لا والو حنايا كنمشيو ونجيو هنا بعدا بعدا عندنا فين نمشيو نمشيو للواد نمشيو للبحر قدامنا كلشي الحمد لله ملي تلقو لنا غير هايدا نخرجو ماشي مشكل ايوا ما كرهناش نمشيو للمغرب ولكن الله غالب ما عرفناش شنو غيكتب الله اعلم شنو غيبقى يلا هو